تخيل أن تستطيع تغيير مظهر ملابسك بمجرد نقرة زر واحدة مع جعل الألوان تفاعلية مع حركتك. لكن كيف ذلك؟ قصتنا اليوم يا سادة تتحدث عن مشروع ريمروز الذي كشفت عنه شركة أدوبي المعروفة في مجال البرمجيات في مؤتمر أدوبي ماكس، حيث أنتجت فستاناً رقمياً قادراً على تغيير شكله ومظهره وألوانه خلال ثوان فقط، بل يتفاعل مع حركتك أيضاً. الفستان تم تصميمه باستخدام بلورات سائلة موزعة على مادة بلومير ذات طبقة عاكسة BDLC، وهي مادة شائعة في النوافذ الذكية وحتى في الأضواء الذكية. وهذه الوحدات مدمجة بالتقنية الرقمية وتعمل كشاشات صغيرة يمكن التحكم فيها عبر تطبيق خاص على الهاتف الذكي. وبهذه الطريقة يمكن للمستخدم اختيار الألوان والأشكال إذا أراد عرضها على الفستان. مصمم الفستان الرقمي هي الباحثة كريستين ديريك، ظهرت فيه أمام دهشة واستغراب الجمهور، وأظهرت القدرة على الانتقال بالألوان من درجة إلى أخرى بثوانٍ، بالإضافة إلى إمكانية عرض تصاميم متحركة تتلاشى وتظهر مرة أخرى، وبالإضافة لخاصية التفاعلية حيث يمكنه الاستجابة للحركة أيضا. أشارت أدوبي إلى إمكانية استخدام هذه التقنية ليس فقط في الأزياء ولكن أيضا في الأثاث وغيره من الأسطح، مما يفتح الأفق أمام العديد من التطبيقات المستقبلية في مجال التصميم. والآن نسألك سيدتي، هل تودين تجربة هذا الفستان الرقمي؟ وهل تعتقدين أنه سيغير عالم الموضة إلى الأبد؟